لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فما زلنا مع مذاهب التابعين وكلامهم في القدر وأنهم موافقون لما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ساروا على نهج الصحابة رضي الله عنه في القدر. يقول الحافظ ابن بطة رحمه الله تعالى: رسالة عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون. عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون من كبار أتباع التابعين، وهو من أقران الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، وكان عالما فاضلا. قال ابن وهب: حججت سنة 48 وصائح يصيح لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز ابن أبي سلمة، وفي رواية وابن أبي ذئب. قال ابن حبان: كان فقيها ورعا متابعا لمذهب أهل الحرمين من أسلافه، مفرعا على أصولهم ذابا عنهم. ويبدو أنه قد خاض في أمر القدر ثم رجع عنه رحمه الله، وهذا ستبين من خلال رسالته. وقبل أن نقرأ رسالته ونبين ما فيها، نذكر بمذهب القدرية النفاة حتى نفهم هذه الرسالة. القدرية النفاة مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا مع الله شريكا في أفعالهم، وأنهم يقولون بخلق أفعالهم، ويقولون الذنوب ليست واقعة بمشيئة الله، وربما قالوا لا يعلمها أيضا، وقالوا إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته، فيجحدون مشيئته النافذة وقدرته الشاملة، ويزعمون أن هذا هو العدل. وقالوا: إن شاء هدى العبد نفسه، وإن شاء أضله، وكل ذلك مردود لمشيئة العبد ومقتطع من مشيئة العزيز الحميد. فأثبتوا في ملكه ما لا يشاء، وفي مشيئته ما لا يكون. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه شفاء العليم. يقول رحمه الله: أما بعد، فإنك سألتني أن أفرق لك في أمر القدر. الفعل أفرق، أفرق فروقا، وفرق يفرق فرقا وفرقانا، والمعنى الكشف والتبيين والفصل والتمييز. وهذا كقوله عز وجل: وقرآنا فرقناه
أي بيناه. فالمراد هنا سألتني أن أكشف وأبين لك في أمر القدر. ولعمري لقد فرق الله تعالى فيه. كلمة لعمري هذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، منهم من أجازها، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال أحمد ما أعلم به بأسا، فهي من الكلمات الجارية على اللسان ولا يراد بها القسم، أي لا يراد بها القسم بغير الله تعالى، فهي كنحو تربت يمينك ثكلتك أمك، أي جرت على لسان العرب لا يقصدون معناها. وقد ثبتت من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي رقى بالفاتحة، قال له صلى الله عليه وسلم كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني. القول الثاني التحريم باعتبار أنها قسم بغير الله تعالى. والقول الثالث الكراهة، أي خلاف الأولى لما يخشى أن يكون فيه شبه من الحلف بغير الله أو ذريعة لذلك. والراجح هو الأول الذي عليه أكثر أهل العلم جواز ذلك، لا على أنها قسم، فإن أراد بها القسم فلا يجوز لأنه حلف بغير الله. أما إن أراد بها أنها كلمة جارية على اللسان تكلم بها العرب ولا يقصدون معناها، وتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم. يقول ولعمري لقد فرق الله تعالى فيه، أو فرق الله تعالى فيه، فرق يعني بيّن وكشف، لمن كان له قلب أي يعي به، أو ألقى السمع وهو شهيد أي سلم وانقاد لكلام ربه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فأعلمنا أن له الملك والقدرة وأن له العذر والحجة سبحانه وتعالى. يعني له العذر على خلقه لأنه أنزل الكتب وأرسل الرسل، وله الحجة البالغة أيضا على خلقه سبحانه وتعالى لأنه عز وجل كما ذكرنا أنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل للإنسان إرادة ومشيئة وقدرة يقع بها عمله، وهذه الإرادة والقدرة والمشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله كما سيبين. ووصف القدر تملكا والحجة إنذارا. وصف القدر تملكا أي هو سبحانه وتعالى الذي يملك القدر قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، خلق القلم قال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق، وقال سبحانه وتعالى وقدر فهدى، أي قدر قدرا ثم هدى الخلائق له سبحانه وتعالى. والحجة إنذارا، ووصف الإنسان في ذلك محسنا ومسيئا ومقدورا عليه ومعذورا عليه، لأن الإنسان يكتسب كما ذكرنا
والله سبحانه وتعالى يحاسبه على أفعاله الاختيارية، ويحاسبه على معلومه الذي يظهر فيه سبحانه وتعالى، لا يحاسبه على قدره السابق، وإنما يحاسبه على علمه الذي يظهر فيه. فرزقه الحسنة وحمده عليها، سبحان الله، رزقه الحسنة هداه للإسلام والإيمان والإحسان، ويحمده عز وجل على إسلامه وإيمانه وإحسانه، ورزقه العمل الصالح ويوم القيامة يشكره عليه سبحانه وتعالى، وقدر عليه الخطيئة ولامه فيها. كآدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى، ومكتوب في التوراة قبل أن الله عز وجل قدر عليه المعصية وعصى آدم ربه فغوى قبل أن يخلقه بأربعين سنة، ولامه فيها وعصى آدم ربه فغوى. فحسبت حين حمده ولامه أنه مملك، يعني عندما حمده الله عز وجل على الحسنة ولامه على المعصية، هل الإنسان هو الذي يملك فعل نفسه، هو الذي يهتدي من نفسه ويضل من نفسه كما تقول القدرية، أي أنه يملك هذا القدر، يملك أن يهدي نفسه أو أن يضل نفسه؟ فحسبت حين حمده ولامه أنه مملك، ونسيت انتحاله القدر لأنه مملك، ونسيت انتحاله القدر، انتحل الشيء يعني نسبه إلى نفسه وهو لغيره، يعني نسب لنفسه المشيئة أنه إن شاء هدى نفسه وإن شاء أضل نفسه، وهو في الحقيقة مملك ليس له، فلم يخرجه بالمحمدة واللائمة من ملكه، ولا يعذره بالقدر في خطيئته، يعني وإنما لامه مع أن هذه الخطيئة مقدرة عليه، لكن لامه على معصيته لربه سبحانه وتعالى. خلقه على الطلب بالحيلة، خلقه الله عز وجل في الدنيا على طلب رزقه، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور، وأعطاه الحيلة ومكنه من الأسباب ليطلب معاشه ورزقه، فهو يعرفها، أي يعرف هذه الأسباب، ويلوم نفسه حين ينكرها، يعني هل إذا قال إنسان أنا سأقعد ولن أطلب رزقي ولن أسعى على معاشي، وإن شاء الله عز وجل أن يرزقني لفعل، هل الناس يوافقونه على ذلك؟ لا يوافقونه، إنما يقولون له إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، قم وخذ بالأسباب. فكذلك في الإيمان، قم وخذ بالأسباب، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعرفه القدرة فهو يؤمن بها ولا يجد معولا إلا عليها، فرغب إلى الله عز وجل في التوفيق لعلمه بملكه، لأن معولا منصوبة، ومنصوبة على الحال، حال كونه موقنا بأن ذلك في يده، فيخطئه ما طلب،
فيرجع في ذلك على لائمة نفسه. عندما يخطئ ما طلب وأخذ بالأسباب في نجاحه، يرجع باللائمة على نفسه ويحاسب نفسه ويقول أنا قصرت وأنا كذا وكذا وكذا، فيحاسب نفسه فيرجع باللائمة على نفسه. مفزعه في التقصير، ندامته على ما ترك من الأخذ بالحيلة. قد عرف أن بذلك يكون لله عليه به الحجة، قد عرف أن بذلك يكون لله عليه به الحجة. معوله في طلب الخير ثقته بالله وإيمانه بالقدر. حين يقول يطلب الخير لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. يقول حين يقع في الشر، يعني في المعصية، لا عذر لي، لا عذر لي في معصية الله. فعندئذ يحدث توبة، يعود باللائمة على نفسه، يحتج بالقدر على وقوع المصيبة. المصيبة وقعت، المعصية وقعت، قدر الله ما شاء فعل، لكن لا يحتج بالقدر على المعيبة، لا يقول هذه المعصية عصيت الله بقدر الله، وإنما يرجع بالعيب على نفسه فيتوب لربه سبحانه وتعالى من قريب. ثقته بالله وإيمانه بالقدر حين يقول يطلب الخير لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول حين يقع في الشر لا عذر لي في معصية الله، مستسلم حين يطلب، ضعيف في نفسه، يعني ضعيف في نفسه أنه لا قوة إلا بالله، أنه لا حيل له إلا بالله عز وجل، لا توفيق له إلا بالله سبحانه وتعالى، ضعيف في نفسه، لا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا قوة ولا قدرة إلا بالله سبحانه وتعالى. فما فيه من قوة فهي من الله، وما فيه من فضل ونعمة فمن الله. قوي حين يقع في الشر لائما لأمره، قوي حين يقع في الشر يعني يعترف بذنبه، لائما لأمره أي يلوم نفسه ويرجع باللائمة على نفسه. ليس بالقدر، ليس بالقدر بأحق عنده بأنه الظالم حين يعصي ربه. هناك نسخ ليس القدر، وهناك نسخ ليس بالقدر، ولعل الأوضح ليس بالقدر، ليس بالقدر أو الأوضح القدر، ليس القدر، ليس القدر كما في هذه النسخة، ليس القدر بأحق عنده بأنه ظالم حين يعصي ربه، أي لا يحتج بالقدر على معصيته وظلمه لنفسه، وإنما يؤمن بالقدر ويحتج به على وقوع المصيبة، ولا يحتج به على المعيبة وظلمه لنفسه، فيتوب لربه سبحانه وتعالى من قريب. إن رأى
أن أحدهما أحق من صاحبه، سفه الحق وجهل دينه. سفه الحق أي نسبه إلى السفه، والسفه هو النقص والجهل. لا يجد عن الإقرار بالقدر مناصع، المناص المهرب والمفر، ولا عن الاعتراف بالخطيئة محيصا. لا يجد عن الإقرار بالقدر مناصا ولا عن الاعتراف بالخطيئة محيصا، أي مهربا ومفرا. فهذا هو المؤمن في إيمانه بالقدر، يقر بقدر الله سبحانه وتعالى السابق، وعندما يقع في الخطيئة يعترف بها ويتوب منها لربه سبحانه وتعالى. فمن ضاق ذرعا بهذا، أي ضاق صدره بهذا، قذرعا أي ضاق صدره بهذا، فليمدد بسبب إلى السماء، بسبب يعني بحبل إلى السماء أي إلى سقف بيته، ثم ليقطع أي يقطع هذا الحبل. فإذا قطع هذا الحبل قتل نفسه وشنق نفسه. ثم ينظر، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، أي هل يذهب قتله لنفسه ما يغيظ، أي ما يجد في نفسه من غيظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لا يجد بدا، فوالله لا يجد بدا من أن يضرع إلى الله والله لا يجد بدا من أن يضرع إلى الله ضرع من يعلم أن الأمر ليس إليه. فوالله لا يجد بدا أي مفرا من أن يضرع إلى الله، يضرع إلى الله سبحانه وتعالى أي يذل ويخضع. ضرع من يعلم أن الأمر ليس إليه، ويعتذر من الخطيئة اعتذار من كأنها لم تقدر عليه. فلا تملكوا أنفسكم جحد القدرة، ولا تعذروها بالقدر فرارا من حجته. ضعوا أمر الله كما وضع، ألا تفرقوا بينه بعدما جمع، فإنه قد خلط بعضه ببعض. وجعل بعضه من بعض، فخلط الحيلة بالقدر ثم لام وعذر، وقد كتب بعد ذلك. فلا تملكوا أنفسكم فتجحدوا نعمته في الهدى، ولا تغلوا في صفة القدر فتعذروا أنفسكم بالخطأ، فإنكم إذا نحلتم أنفسكم باللائمة، وأقررتم لربكم بالحكومة، سددتم عنكم باب الخصومة. معنى هذا الكلام أي لا تملكوا أنفسكم جحد القدرة، يعني إنكار أن القدر قدرة الله، وأنه تعالى قدر على عباده مقاديرهم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولا تعذروها بالقدر فتقولوا كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، يحتجون بالقدر على شركهم ومعايبهم فرارا من حجة الله عليهم،
لأن خلق فيهم قدرة وإرادة يقع بها عملهم، وأنه لا يؤاخذهم إلا بعد بلوغهم العلم. كما قال عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإنكم إذا نحلتم أنفسكم باللائمة وأقررتم لربكم بالحكومة، الحكومة أي الحكم والقضاء، الحكم والقضاء، سددتم عنكم باب الخصومة أي الجدال. فالمقصود أن العبد إذا سلم لربه، وأن الله سبحانه وتعالى قد قضى مقاديره ومقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فإنه يسد بذلك عن نفسه باب الخصومة. فتركتم الغلو، عندئذ يترك الغلو، ويئس منكم العدو، فاتخذوا الكف طريقا، أي الكف عن الخوض في أمر القدر بطريقة الشك وطريقة المتكلمين والقدرية المعتزلة، فإنه القصد والهدى. وإن الجدل والتعمق هو جور السبيل وصراط الخطأ، ولا تحسبن التعمق في الدين رسوخا، فإن الراسخين في العلم هم الذين وقفوا حيث تناهى علمهم وقالوا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وإن أحببت أن تعلم أن الحيلة بالقدر كما وصفت لك فانظر في أمر القتال وما ذكر الله عز وجل منه في كتابه، تسمع شيئا عجبا من ذكر ملك لا يغلب ودولة تنقلب ونصر محتوم، والعبد بين ذلك محمود وملوم، يحمد على الحسن يلام على السيئة، ينصر أولياءه وينتصر بهم، ينصر أولياءه وينتصر بهم أي من أعدائه، ويعذب أعداءه ويديلهم يعني يديلهم على أوليائه، بذنب منهم أي بذنب من أوليائه يعاقبهم، يعاقب عباده المؤمنين بهم، ويستشهدهم بيد أعدائه، ثم يكتب ذلك خطيئة عليهم ويحاسبهم بها ويعذبهم عليها كما سيذكر. قال تعالى: قاتلوهم، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وقال عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، لا أحد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وهم المنافقون يوم أحد، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني يظنون أن الإسلام قد باد وأهله، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. فافهم ظنهم، أي الفريقين أولى به، هنا بهم في نسخة أخرى به، أي الفريقين أولى به أي سبحانه، المضيف إلى ربه المؤمن بقدره أم الذي يزعم أنه قد ملكه فإلى نفسه وكله،
يعني هذا الذي يقول أنه يملك المشيئة أو أن له مشيئة في الهدى ونحو ذلك، فهذا يوكله الله إلى نفسه، ومن وكله الله عز وجل إلى نفسه فقد وكله إلى ضيعة. فإن ظنهم ذلك إنما هو قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ولكننا عصينا، ولو أطعنا ما قتلنا هاهنا، فلعمري إن كانوا صدقوا لقد صدقت، ولئن كانوا كذبوا لقد كذبت. فقال الملك تعالى قل إن الأمر كله لله. وقال عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وليبتلي الله ما في صدوركم ليحاسبكم عليه وليمحص ما في قلوبكم أي يخرجه عز وجل. فلا بد من هذه الابتلاءات والمحن ليمحص الله عز وجل ما في القلوب. قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله، يعني علمه عز وجل السابق يظهر فيهم، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، فيديل الله أعداءه على أوليائه فيستشهدهم بأيديهم ثم يكتب ذلك خطيئة عليهم ثم يعذبهم بها ويسألهم عنها وهو أدى لهم بها، وينصر أولياءه على أعدائه ثم يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ثم يكتب ذلك حسنة لهم يحمدهم عليها ويثني عليهم بها وهو تولى نصرهم فيها. يقول الأمر كله لي، لا يغلب واحد من الفريقين إلا بي. وعدهم ببدر إحدى الطائفتين أنها لهم وعدا لا يخلف ونقمة لا تصرف، أي عن كفار قريش، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله عز وجل. تمم ذاك الوعد بمثل الحيلة وأعد لهم العدد والمكيدة سبحانه وتعالى عز وجل، وإنما هو تسبب لقدرة خفية سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل اللطيف الذي يلطف لما يريده فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس. واسمه عز وجل اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية، فسبحانه تمم وعده بمثل الحيلة وأعد لهم العدد والمكيدة، وإنما هو تسبب لقدرة خفية، وأنزل من السماء الملائكة لقتال 1000 من قريش أي عددهم في غزوة بدر، ثم أوحى إليهم أني معكم يثبتهم بذلك، فثبتوا الذين آمنوا حتى كأنه عند من ينكر القدر أمر يكابر وعدو يخاف منه أن يظفر. وإبليس مع الكفار قد زين لهم أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فبينما الأمر هكذا كأنه
كأنه أمر الناس الذين يخشون الغلبة ويجتهدون في المكيدة ولا يتركون في عدة. هكذا في هذه النسخة. وهناك نسخة ولا يتركون في عدته، وهذا هو الصواب الموافق للسياق. إذ قذف الرعب في قلوبهم فولوا مدبرين. وقال الملائكة اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فجاءهم أمر لا حيلة لهم فيه ولا صبر لوليهم عليه، وإنما وعدهم عليه إبليس. فلما رأى الملائكة نكص على عقبه، أي إبليس، وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. لا يجنبني وإياكم من بأسه جنة، ولا يدفع عني ولا عنكم عدة ولا قوة. لا ترون من يقاتلكم، أي الملائكة، لا تستطيعون دفع الرعب عن قلوبكم، ولا أستطيع دفعه عن نفسي، فكيف أستطيع دفعه عنكم وهم الذين كانوا حذروا وخيف منهم أن يظهروا ورأوا منهم كثرة العدد. حين قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. لما؟ أي لما فعل ربنا سبحانه وتعالى ذلك؟ قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أمر قد فرغ منه وقضي، فيخبرهم أنه قد فرغ وقضي، وأنه لا يريد أن يكون الأمر إلا هكذا سبحانه. ويحسب القدري، أي الذي ينسب الفعل لنفسه والمشيئة لنفسه، ويحسب القدري أنما ذلك من الله احتيال واحتفال وإعداد للقتال، وينسى أنه الغالب على أمره بغير مغالبة، والقاهر لعدوه إذا شاء بغير مكاثرة سبحانه وتعالى. الاحتيال تدبير الحيلة، والاحتفال أي تجميع الناس للقتال. فالله عز وجل أهلك عادا بالريح العقيم، وأخمد ثمود بالصيحة، وخسف بقارون وبداره الأرض، وأرسل على قوم لوط حجارة من السماء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء قعصا لا مكر فيه ولا استدراج. القعص هو الطعن بالرمح ونحوه، فيقعده مكانه، يقال قعصه بالرمح، أي ضربه ضربة مميتة أقعدته مكانه. قعصا لا مكر فيه ولا استدراج، ويستدرج ويمكر بمن لا يعجزه سبحانه وتعالى. ويأتي من حيث لا يحتسب من لا يمتنع منه مواجهة، ومن ليست له على النجاة منه قدرة. وكلا الأمرين في قدره وقضائه سواء، فهو ينفذهما في خلقه على ما يشاء سبحانه، على من يشاء سبحانه وتعالى. لم يهلك هؤلاء قعصا ولا قهرا اغتناما لغرتهم، ولم يستدرج هؤلاء ويمكر بهم شفقة أن يعجزوا، أي يعجزوه عز وجل ويفلتوا منه مما أراد بهم، فهو القادر عليهم سبحانه وتعالى.
لقدره وقضائه مخرجان، أحدهما ظاهر قاهر والآخر قوي خفي، لا يمتنع منه شيء سبحانه وتعالى، ولا يوجد له مس ولا يسمع له حس، ولا يرى له عين ولا أثر حتى يبرم أمره فيظهر يباعد به القريب ويصرف به القلوب ويقرب به البعيد ويذل به كل جبار عنيد حتى يفعل ما يريد به سبحانه وتعالى. حفظ موسى عليه السلام في التابوت واليم منفوسا، المنفوس هو المولود، يقربه حفظ موسى عليه السلام في التابوت واليم منفوسا ونزه أو نزه بمعنى أبعد، يقال نزه أو نزه الدواب يعني أبعدها عن الماء، ونزهه يعني بعده من كل مكروه وقبيح، ونزه ربه سبحانه وتعالى يعني أبعد عنه كل نقص وشرك وكفر نسبه إليه الجاهلون والمشركون، تعالى ربنا علوا كبيرا. يقربه من عدوه إليه الذي سبب أمره عليه، يقربه من عدوه إليه أي فرعون للذي سبب أمره عليه وقد قدر وقضى أن نجاته فيه سبحان الله. قال لأمه فإذا خفت علي أي أن يأخذه فرعون فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، يأخذه فرعون هنالك لا يريد أن يأخذه إلا كذلك، فاختلجه سبحانه وتعالى من كنه أي بيته، فاختلجه من كنه ومن ثدي أمه إلى هول البحر وأمواجه، وأدخل قلب أمه اليقين أنه راده إليها وجاعله من المرسلين، فأمنت عليه الغرق فألقته في اليم ولم تفرق أي لم تخف، لأن الله عز وجل ألقى في قلبها اليقين ووعدها بأنه سيرده إليها، وأمر اليم يلقيه بالساحل فسمع وأطاع وحفظه ما استطاع أي اليم حتى أداه إلى فرعون بأمره سبحانه وتعالى، وقد قدر وقضى على قلب فرعون وبصره حفظه وحسن ولايته بما قضى من ذلك، فألقى عليه محبة منه ليصنعه على عينه سبحانه وتعالى، قد أمن عليه سطوته ورضي له تربيته، لم يكن ذلك منه على التغرير والشفقة ولكن على اليقين والثقة بالغلبة، يصطفي له الأطعمة أي فرعون الذي سبحان الله الذي ذبح من يولد من بني إسرائيل للرؤية التي رآها أنه سيولد غلام منهم سيكون ذهاب ملكي على يديه، وها هو الذي يربيه هو فرعون، والذي يصطفي له الأطعمة والأشربة والخدم هو فرعون، ويصطفي له الحضان، والحضان جمع حاضن ويقال حاضنة والجمع حواضن، وحضن الرجل الصبي يعني رعاه ورباه،
يلتمس له المراضع شفقا أن شفقا أن يميته، وهو يقتل أبناء بني إسرائيل عن يمين وشمال يخشى أن يفوته، وهو في يديه وبين حجره ونحره يتبناه ويترشفه، يعني يقبله من أن لآخر، يراه ولا يراه، وقد أغفل قلبه عنه وزينه في عينه وحببه إلى نفسه. لما أي لما فعل الله ذلك؟ قال ليكون لهم عدوا وحزنا، واللام هنا لام العاقبة. فمنه يفرق على وده لو عليه يقدر، وهو في يديه وهو لا يشعر يعني لا يعلم، حتى رده بقدرته إلى أمه وجعله بها من المرسلين. وفرعون خلال ذلك يزعم أنه رب العالمين، وأنه يزعم أنه رب العالمين، وهو يجري في كيد الله المتين، حتى أتاه من ربه اليقين، مذعنا مستوثقا في كل مقال وقتال. يرفعه طبقا عن طبق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فنسأل الله تمام النعمة في الهدى في الآخرة والدنيا، فإن ذلك ليس بأيدينا. نعم، لولاه ما اهتدينا، بيده وحده سبحانه وتعالى الهداية والإضلال، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. نبرأ إليه من الحول والقوة، ونبوء على أنفسنا بالظلم والخطيئة. الحجة علينا بغير انتحالنا القدرة على أخذ ما دعانا إليه، والحجة علينا بغير انتحالنا القدرة على أخذ ما دعانا بغير انتحالنا القدرة على أخذ ما دعانا إليه إلا بمنه وفضله صراحة. لا نقول كيف رزقنا الحسنة وحمدنا عليها، ولا كيف قدر الخطيئة لامنا فيها، ولكن نلوم أنفسنا كما لامها، ونقر له بالقدرة كما انتحلها، أي القدرة حق له وحده سبحانه وتعالى. لا نقول لما قاله لما قاله، ولا نقول كما قاله، ولكن نقول كما قال. وله ما قال وله ما فعل، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. والرسالة الثانية له أيضا جزء منه مر من رسالة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فإني موصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون في دينهم مما قد كفوا مؤنته أو مؤونته وجرت فيهم سنته، ثم أعلم أنه لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها ما هو عبرة فيها ودليل عليها. فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة، وإن السنة إنما جعلت سنة ليستن بها ويقتصر عليها، وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والقطأ والحمق والتعمق. فرض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم عن كشفها كانوا أقوى، وبفضل لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون. فلئن كان الهدى ما أنتم فيه لقد سبقتمون إليه، ولئن قلت حدث حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يشفي،
فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسر. لقد قصر أناس دونهم فجفوا، وطمح آخرون عنهم فغلوا، وإنهم في ذلك لعلى هدى مستقيم. سألتني عن القدر وما جحد منه من جحد، فعلى الخبير إن شاء الله سقط، وذلك أرى الذي أردت. فما أعلم أمرا مما أحدث الناس فيه محدثة أو ابتدعوا فيه بدعة، أبين أثرا ولا أثبت أصلا ولا أكثر، والحمد لله أهلا من القدر ولا أكثر أهلا من القدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء ما أنكروا من الأشياء، يذكرونه في شعرهم وكلامهم ويعزون به أنفسهم فيما فاتهم، ثم ما زاده الإسلام إلا شدة. لقد تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موطن ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر من ذلك، وسمعه المسلمون منه وتكلموا به في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يقينا وتسليما وتضعيفا لأنفسهم، كما ذكرنا تضعيفا لأنفسهم، العبد لا يملك شيئا إلا ما ملكه الله إياه وما وفقه فيه، وتعظيما لربهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصيه كتابه ولم يمض به قدر، إن ذلك مع ذلك لفي محكم كتابه، لمنه اقتبسوه ومنه علموه. فلئن قلتم أين آية كذا وأين آية كذا ولما قال الله عز وجل كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم آمنوا بعد ذلك كله بالذي جحدتم، فقالوا قدر وكتب، وكل شيء بكتاب وقدر، ومن كتبت عليه الشقوة، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ثم رغبوا مع قولهم هذا ورهبوا، وأمروا ونهوا وحمدوا ربهم على الحسن، ولاموا أنفسهم على الخطيئة، لعلها وأمروا ونهوا، أي أنهم لما أمرهم الله عز وجل امتثلوا أمره، ولما نهاهم انتهوا، أو أمروا أنفسهم ونهوا أنفسهم، وحمدوا ربهم على الحسنة ولاموا أنفسهم على الخطيئة، ولم يعذروا أنفسهم بالقدر، ولم يملكوها فعل الخير والشر كالقدرية المجوس، فعظموا الله بقدره ولم يعذروا أنفسهم به، وحمدوا الله على منه، ولم ينحلوه أنفسهم دونه، يعني لم ينسبوا القدر لأنفسهم والمشيئة لأنفسهم دونه، وإنما يعلمون أنهم لا مشيئة لهم ولا قدر لهم ولا إرادة لهم إلا والله عز وجل هو الذي أقدرهم وجعل فيهم هذه الإرادة والمشيئة. ثم حمدهم سبحانه وتعالى على ذلك، قال عز وجل وذلك جزاء المحسنين، وقال بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم، فكما كان الخير منهم وقد نحلهم عمله يعني نسبه إليهم، فكذلك كان الشر منه أي خلقا وإيجادا وقد مضى به قدره سبحانه وتعالى، والشر ليس في أفعاله عز وجل وإنما في مفعولاته. وإن الذين أمرتك باتباعهم في القدر لأهل التنزيل، وإن الذين أمرتك باتباعهم في القدر لأهل التنزيل، الذين تلوه حق تلاوته يعني اتبعوه حق اتباعه، فعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وكانوا بذلك من العلم في الراسخين. ثم
ورثوا علم ما علموا من القدر وغيره من بعدهم، فما أعلم أمرا شك فيه أحد من العالمين لا يكون أعظم الدين أعلى ولا أفشى، لا يكون أعظم الدين أعلى ولا أفشى ولا أكثر ولا أظهر من الإقرار بالقدر. لقد آمن به الأعرابي الجافي، أي الذي يسكن البادية، من بدا جفا، والقروي القاري، والنساء في ستورهن، والغلمان في حداثتهم، ومن بين ذلك من قوي المسلمين وضعيفهم، فما سمعه سامع قط فأنكره، ولا عرض المتكلم قط إلا ذكر. لقد بسط الله عليه المعرفة، وجمع عليه الكلمة، وجعل على كلام من جحده النكرة، فما من جحده ولا أنكره فيما آمن به وعرفه من الناس إلا كأكلة رأس. هذا تشبيه لقلة العدد. فالله الله، فلو كان القدر ضلالة ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت بدعة فعلم المسلمون متى كانت. فقد علم المسلمون متى أحدثت المحدثات والبدع المضلات، وإن أصل القدر لا ثابت في كتاب الله، يعزي به المسلمين في مصائبهم بما سبق منا في الكتاب عليهم، يريد بذلك تسليتهم، ويثبت به على الغيب يقينهم، فسلموا لأمره وآمنوا بقدره، وقد علموا أنهم مبتلون، وأنهم مملوكون غير مملكين ولا موكلين، قلوبهم بيد ربهم، لا يأخذون إلا ما أعطى، ولا يدفعون عن أنفسهم ما قضى، قد علموا أنهم إن وكلهم إلى أنفسهم ضاعوا، وإن عصمهم من شرها أطاعوا، هم بذلك من نعمته عارفون، كما قال نبيه عبده الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل وأكن من الجاهلين. وقوله تعالى وما أي جعله من قول يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذه الآية اختلف فيها المفسرون، هل هي من قول يوسف عليه السلام أم من قول امرأة العزيز؟ قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة: هذا من قول يوسف عليه السلام، لما قالت النسوة: حاش لله ما علمنا عليه من سوء، قال يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. فقال له جبريل: ولا حين هممت؟ قال: وما أبرئ نفسي. واختار هذا القول الطبري في تفسيره، قال: هذا من قول يوسف عليه السلام. والقول الثاني هو قول المرأة، وهذا حكاه الماوردي في تفسيره، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله: هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. حكاه الماوردي في تفسيره واختاره شيخ الإسلام. فسياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم، بل بعد ذلك أحضره الملك. وهذا كلام ابن كثير رحمه الله. إذن الأظهر أن هذا ليس من قول يوسف عليه السلام، وإنما هو من قول المرأة. فتبرأ إلى ربه من الحول والقوة، وباء مع ذلك على نفسه بالخطيئة، فكانت لهم فيه أسوة. وكانوا له شيعة، الشيعة بمعنى الأنصار. لم يجعل الله تعالى القدر والبلاء مختلفا في صدورهم،
ومنع الشيطان أن يدخل الوسوسة عليهم، فلم يقولوا كيف يستقيم هذا، قد علموا أن الله ابتلاهم وأن قدره نافذ فيهم، ليس هذا عندهم بأشد من هذا ولا يوهن هذا عندهم هذا، يحتالون لأنفسهم كحيلة من زعم أن الأمر بيده، يشير بذلك إلى المنافقين في يوم أحد، ويؤمنون بالقدر إيمان من علم أنه مغلوب على أمره، يؤمنون بالقدر إيمان من علم أنه مغلوب على أمره، ليس لنا في أنفسنا شيء. ليس لنا في أنفسنا شيء، فأي كل شيء مكتوب وكل شيء فرغ منه، والإنسان إن اهتدى فالله هداه، وهو يأخذ بأسباب الهداية، وإن ضل فالله أضله، وهذا عدل منه عز وجل. فلم يبطئهم الإيمان بالقدر عن عبادته، أي عملوا، لأن الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر يجعل العبد يعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا رواه البخاري ومسلم. ولما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب، فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له، فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب، وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. قال: فلم يبطئهم الإيمان بالقدر عن عبادته، ولم يلقوا بأيديهم إلى التهلكة من أجله، ولم يخرجهم الله عز وجل بالبلاء من ملكه، فهم يطلبون ويهربون، وهم على ذلك بالقدر يوقنون، لا يأخذون إلا ما أعطاهم، ولا ينكرون أنه ابتلاهم، كذلك كذلك خلقهم وبذلك أمرهم. يضعفون إليه في القوة ويقيرون له بالقدرة والحجة، لا يحملهم تضعيفهم أنفسهم أن يجحدوا حجته عليهم، يعني يقولون أن ليس بأيدينا شيء، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هل حجة الله عز وجل قائمة عليهم؟ نعم، يقرون بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه وجعل العبد قدرة وإرادة ومشيئة يقع بها عمله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يحملهم علمهم بعذره إليهم أن يجحدوا أن قدره نافذ فيهم، يعني مع إعذاره عز وجل إلا أن قدره نافذ فيهم، هذا عندهم سواء، وهم به عن غيره أغنياء، وقد عصمهم الله تعالى من فتنة ذلك فلم يفتحها عليهم، وفتحها على قوم آخرين،
لبسوا أنفسهم عليهم ما يلبسون فهم هنالك في غمرة يعمهون لا يجدون حلاوة الحسنات فيما قدر عليه من المصيبة حين زعموا أنهم في ذلك مملوكون أن يقدموها قبل أجلها لأنهم ينسبون الفعل إلى أنفسهم إنهم هم الذين يخلقون فعلهم ومن الإيمان بالقدر أن نؤمن بخلق الله لأفعال العباد ويزعمون أنهم قادرون عليها فسبحان الله ثم سبحان الله فهلم يا عباد الله إلى سبيل المسلمين التي كنتم معهم عليها فانبجستم بأنفسكم دونها فتفرقت بكم السبيل عنها فارجعوا إلى معالم الهدى من قريب قبل التحسر والتناوش من مكان بعيد تناوش يعني التناول وهذا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة فعندما يندم الإنسان ويتمنى العودة إلى الدنيا ليعمل صالحا وأن لهم التناوش من مكان بعيد الدنيا دار العمل وقد انتهت والآخرة دار الحساب فقولوا كما قالوا واعملوا كما عملوا ولا تفرقوا بين ما جمعوا ولا تجمعوا بين ما فرقوا فإنهم قد جعلوا لكم أئمة وقادة وحملوا إليكم من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم عليه أمناء وعليكم فيما جحدتم منه شهداء فلا تجحدوا ما أقروا به من القدر فتبتدعوا ولا تشدوه بغيره فتكلفوا فإني لا أعلم أحدا أصح قلبا في القدر ممن لم يدري أن أحدا قال فيه شيئا سبحان أي على فطرته في إيمانه بالقدر وعلى ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري شيئا مما خاض فيه القدرية أي وغيرهم فهو يتكلم به غضا جديدا لم تدنسه الوساوس ولم يهنه الجدل ولا الالتباس وبذلك فيما مضى صح في صدر الناس فاحذروا هذا الجدل فإنه يقربكم إلى كل موبقة ولا يسلمكم إلى ثقة ليس له أجل ينتهي إليه ويدخل في كل شيء فالمعرفة به نعمة والجهالة به غرة وعلامات الهدى لنا دونه من ركبه أرداه وترك الهدى وراءه بين أثره وقريب مأخذه لا يكلف أهله العويص والتشقيق ثم أعلم أنه ليس للقرآن موئل مثل السنة فلا يسقطن ذلك عنك فتحير في دينك وتتيه في طريقك كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين فالسنة مبينة وموضحة للقرآن فيلتزم الإنسان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما مصدر الهدى والإيمان والله سبحانه وتعالى أعلم نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.